إثبات ياء المنقوص وحذفها. الاسم المنقوص هو اسم معرب آخره ياء ثابتة مكسور ما قبلها، مثل القاضي والراعي، تحذف ياؤه لفظاً وخطاً إذا تجرد من ال والإضافة وفي حالتي الرفع والجر، وتثبت في حال النصب. ويخطئ بعضهم في استعمال ذلك خلافاً لصحيح القول، كقولهم فيها معاني كثيرة، وصحيح القول فيها معان كثيرة، إن هناك مساعي حثيثة، وصحيح القول إن هناك مساعي حثيثة، انتشرت في أراضي واسعة، وصحيح القول في أراض، قال إن أيديهم ملطخة، وصحيح القول إن أيديهم، خمس ليالي، وصحيح القول خمس ليال على قمة جبل عالي، وصحيح القول عال، ما زال التحقيق جارا، وصحيح القول ما زال التحقيق جاريا، في لقاء ثاني، وصحيح القول في لقاء ثان، سيكون الملعب خالي من الجمهور، وصحيح القول سيكون خالياً.